السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة طلبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس التاني في وحدتنا الستة، واللي بيكلم لي عن الـ Present Simple زمن المضارع البسيط. مستمرين من الوحدة اللي فاتت في زمن المضارع البسيط. في الوحدة اللي فاتت اتكلمنا عن التكوين وكمان ازاي بنفي. في الوحدة دي حبيبي مديني علامات مهمة جدا لزمن الـ Present Simple المضارع البسيط، وهي الـ Adverbs of Frequency. ليه يا حبيبي؟ ظروف التكرار. ظروف التكرار يعني الظروف بتبين لنا الفعل بيتكرر كل قد ايه. طبعا عندنا اول كلمة هي كلمة always. always حبيبي بمعنى دائما. usually. usually بمعنى عادة. often. often بمعنى غالبا. sometimes. sometimes بمعنى احيانا. never. never بمعنى ابدا. خلي بالك ظروف التكرار اللي هي مديها لي دي حبايبي بيبين لي ان always يعني الفعل بيتم بنسبة 100%، usually بنسبة 80% 80%، often بنسبة 70% 70%، و sometimes بتدينا نسبة 50%، وكمان never يعني الفعل ده ما بيحصلش ابدا. من اهم الحاجات اللي انا لازم اعرفها حبايبي ان الـ adverbs of frequency يعني ظروف التكرار دي comes before the verb يعني بتيجي قبل الفعل. تاني بتيجي قبل الفعل. يعني في المثال اللي عندي بيقول I always get up early يعني انا دائما بستيقظ مبكرا. لاحظ حبايبي ان always get قبل الفعل اللي هو get، ولاحظ ان get هنا ماشية مع I، لان I و we و they و you شكل ما قلنا بيجي معاهم مصدر الفعل، اما he و she و it والاسم المفرد بيجي معاهم الفعل اللي فيه s or es. لو شفنا المثال الثاني حبايبي بيقول لي we usually go out on Friday. لاحظ add usually وبعدين go يعني usually get قبل الفعل. يبقى اذا ظرف التكرار حبايبي بيجي دايما قبل الفعل في الـ present simple في المضارع البسيط، الا فعل واحد بس حبايبي هو verb to be. verb to be هو الفعل الوحيد اللي ظرف التكرار يجي بعده. يعني لو بصينا في المثال ده بيقول لي we are never late for school. يعني يا مستر ما ينفعش اقول we never are، هتقولي لا. ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be. verb to be دايما حبايبي هو اللي يجي قبل ظرف التكرار. طبعا حبايبي بيفكرني تاني بالتكوين بتاع ال present simple مضارع البسيط مع he و she و it والاسم المفرد بلاقي الفعل مضاف له s او es او ies، اما مع i و we و they و you والاسم الجمع بلاقي الفعل معاه في المصدر. اوعى تنسى ان المفرد عمر ما يجي مع مصدر، وان الجمع عمر ما يجي مع فعل في اس اور اي اس. مديني بقى مثال حبايبي بسيط كده على ظروف التكرار دي. في صفحة 293 بيقول لي she sometimes to music. طبعا هنا لما اشوف كلمة sometimes بعرف ان الزمن ده present simple يعني مضارع بسيط. طبعا المضارع البسيط هلاقيه تحت حبايبي listen and listens. ادي ده طبعا مش مضارع بسيط. يبقى ادي لقيت الشكلين. طالما لقيت شكلين حبايبي وعايز اختار يبقى لازم ارجع للسبجكت الفاعل. طب الفاعل بتاعي she هتقول بياخد lessons يعني الفعل اللي فيه اس. نمبر 2 بيقول I go to school on Friday it's a holiday. طبعا طالما يوم الجمعة ده اجازة يبقى اذا الفعل ده ما بيحصلش، يبقى اذا هقول I never. يبقى ظرف التكرار بتاعي هنا حبايبي never يعني الفعل ده ما بيكررش ابدا. I never عمري ما بروح المدرسة يوم الجمعة. نمبر 3 بيقول she a sandwich from this restaurant. هنا بقى حبايبي بيكلم لي يا ترى ظرف التكرار هيجي قبل الفعل ولا بعد الفعل، وكمان حاجة يا ترى الفعل هيجي مصدر ولا في اس. طيب عندنا always gets دي ممكن تبقى صحيحة. طب gets always حوله لا دي خطيئة. ليه؟ عشان جاب لي ظرف التكرار بعد الفعل. طب always get حوله برضو ممكن تبقى صحيحة. طب get always هقول له برضو الكلام ده خطأ. يبقى انا بشك في الاتنين دول حبايبي. طيب يبقى اذا عشان اختار مصدر او فعل في اس لازم اروح لمين حبايبي؟ للفاعل. طب الفاعل هنا she. طب بيجي معاها تقول لفعل في اس، فبالتالي هقول always gets. تاني she always gets a sandwich from this restaurant. number 4 بقولي she likes music يعني هي بتحب الموسيقى. she listens to music. طالما بتحبها هتقول له يبقى دايما هتسمع لها، يبقى اكيد هقول always. الفعل ده بيتكرر على طول طالما هي بتحب الموسيقى. نمبر 5 بيقول لي she late for work. حبايبي احنا قلنا ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be. verb to be حبايبي ظرف التكرار لازم يجي بعده مش قبله. فاذا sometimes is هقول له غلط.
طيب sometimes بس، حاولوا كده مفيش فعل. طب be sometimes، حاولوا لا طبعا، لان she بيجي معاها فعل is في المضارع، فبالتالي هقول is sometimes late for work. طبعا هنا حبايبي بقى بيعرفني ازاي اسأل بأداة استفهام مهمة جدا، وهي كلمة how often. how often حبايبي معناها كم عدد المرات. تاني how often معناها كم عدد المرات. how often بجاوب عليها بظرف من ظروف التكرار. تاني how often بجاوب عليها بظرف من ظروف التكرار، سواء always، usually، often، sometimes، or never. ولكن تعالوا نشوف يلا ازاي بكون السؤال بكلمة how often. طبعا بسأل بـ how often عادي جدا، وبعدين بجيب وراها do أو does. طب do أو does بتيجي على حسب ايه؟ هقول لك على حسب الفعل. اذا كان الفعل بتاعي I أو you أو they أو we، فبيجي الفعل المساعد بتاعي ده. طب اذا كان هي أو she أو it أو اسم مفرد، هتقول لي بيجي does. طيب في السؤال حبايبي مستحيل هتلاقي فعل في is أبدا، لأن مع do does لازم الفعل بيرجع لمصدره. تاني مع do does لازم الفعل بيرجع لمصدره. يبقى how often، do does، subject and the infinitive. يعني في السؤال حبايبي مش هلاقي الا مصدر. لما اجي اجاوب بجاوب بظرف من ظروف التكرار، واحنا عرفنا ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل في الاجابه. مديني مثال، بيقول لي how often do you walk to school، يعني بتمشي للمدرسه كل قد ايه. فطبعا ده بيركب الاتوبيس، فجاوب بكلمه never. فطبعا شال how often وشال do، يو حبايبي حولها لاي. قبل ما اجيب بقى الفعل هجيب كلمة never ظرف التكرار، فاقول I never walk to school، يعني انا عمري ما بروح المدرسة سيرا على الاقدام. لو شفنا السؤال التاني بيقول how often does he do his homework in the evening، يا ترى بيعمل الواجب بتاعه كل قد ايه في المساء. طبعا شال لي how often وشال لي does، بدأ لي بهي. طيب هنا بقى لازم اجيب ظرف التكرار، فقال لي always. طب لاحظ حبايبي do بقت ايه في الاجابة، هتقول لي does. طبعا هنا لما اشيل does لازم ازود للفعل s or es، فقال لي he always does his homework in the evening، يعني بيعمل الواجب بتاعه في المساء. تعالوا نشوف حبايبي يلا التمرين اللي مدهولي في صفحه 294، بيقول لي how often you cook dinner. حبايبي طبعا هنا عشان اجيب فعل مساعد لازم اروح للفعل بتاع اللي هو you. هقول لك you بتاخد ايه، هتقول لي do يا مستر، ما بتاخدش does. طب ليه ما خدتش are يا مستر، ما هي you بتاخد are برضه. هقول لك are بيجي وراها الفيرب بلس ing. طب تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي how often do you a your grandparents. قلنا حبايبي مع do does لازم فعل يكون في المصدر، فبالتالي لازم اقول visit. نمبر 3، بيقول لي how a does she play tennis. هنا لازم اشوف الاجابه عشان اشوف اداه الاستفهام. قال لي she never، اللي زاد في الاجابه كلمه never يعني ظرف من ظروف التكرار، واللي بسال عنه ب how often يعني كم عدد المرات. نمبر 4، بيقول لي how often does he go to the library. كم عدد المرات اللي هو بيروح فيها المكتبة. قال لي he often. لاحظ حبايبي بقى طبعا لما اشيل does لازم الفعل بتاعي ازود له اس في الاجابة عشان يمشي مع الفعل اللي هو هي، فحول he often goes. نمبر 5، بيقول لي how often do study English. طبعا هنا لازم اشوف يا ترى do دي بتيجي مع مين. قلنا بتيجي مع I وwe وthey وyou والاسم الجمع. طب مين فيهم هنا، هتقول لي ازاي يا مستر. نمبر 6، بيقول لي رنا اند نور هيلب مام ان ذا كيتشن، هتقول لي رنا اند نور دول جمع يا مستر، يعني ما ينفعش يجي معاهم داز ولا ينفع يجي معاهم از. طب اختار يا مستر دو ولا ار، هتقول لي لا انا هختار مين دو. طب ليه يا مستر ما اختارش ار، ما هو جمع اهو، هتقول لي ما هو في هيلب ده فعل في المصدر ما ينفعش ابدا يجي معاه ار، ار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. تعالوا نشوف حبايبي يلا الجنرال اكسرسايز اللي هو مديها لي في صفحه 295. نمبر 1، بيقول لي I always go to. طبعا go to معناها يذهب الى، فبالتالي هجيب وراها مكان، فهقول I always go to the club on Saturdays. نمبر 2، بيقول لي I usually have، يعني انا دايما باخد ايه، اكيد I usually have a shower in the morning، يعني باخد دش او باخد حمام في الصباح. نمبر 3، بقول I am always. بقول I'm always يعني أنا دائما. طبعا حبايبي هقول إن أنا دائما بكون في السرير الساعة 11، فأقول I'm always in bed at 11 PM الساعة 11. نمبر 4، بقول how often. how often أداة استفهام محتاج وراها do أو does. فين هنا حبايبي أكيد هتقول لي أدي علامة الاستفهام، يبقى هو ده السؤال how often do you play tennis، يعني بتلعب تنس كل قد إيه.
نمبر 5 بول اي نيفر بلاي تنس، انا عمري ما بلعب تنس. يبقى ترى بقدر العبه ولا ما بقدرش؟ اكيد طبعا ما بقدرش العبه، فيبقى اي كانت بلاي ات. تعال نشوف يلا سؤال الترتيب. عندنا ميت شي ريد ايتس نيفر، طبعا عايز اقول ان هي عمرها ما بتاكل لحمه حمراء، يبقى هقول شي. يلا حبيبي فين ظرف التكرار؟ هتقول لي نيفر، وبعدين الفعل بتاعي اللي هو ايتس، يبقى شي نيفر ايتس، وبعدين اللحمه الحمراء اسمها ريد ميت. تعال نشوف نمبر 2 بالستروبريز داز هاو شي اوفن ايت. خلاص بقى احنا عرفنا تكوين السؤال، يبقى ادي هاو اوفن، بعدها على طول هجيب does الفاعل بتاعي she، وبعدين الفعل الأساسي بتاعي eat، يبقى how often does she eat strawberries، يعني هي بتاكل فراولة كل قد ايه. تعال نشوف نمبر 3 wake up we before 7 a.m. sometimes، طبعا هجيب الفعل بتاع اللي هو we، ظرف التكرار لازم يجي قبل الفعل، يبقى we sometimes، الفعل بتاعي wake up يعني بنستيقظ، طيب قبل يعني before، طيب الساعة 7 صباحا يعني 7 a.m. تعالوا نصحح يلا الأخطاء. بقول he always speaks English at school، طبعا لو بصينا للجملة دي هنلاقيها جملة صحيحة خالص حبايبي، جاب لي ظرف التكرار الأول وبعدين جاب لي speaks فيها اسمع هي، فتبقى جملة عادية جدا he always speaks English at school. نمبر 2 بقول I go to the park every day I never go to the park، بقول لي انا بروح الحديقة كل يوم، فبقول لي عمري ما بروح الحديقة، لا طبعا طالما كل يوم بحقول I always go to the park. نمبر 3 بقول لي how many does she exercise، قال لي she always، جاب لي ظرف من ظروف التكرار، بس سؤال حبايبي ب how often، how often معناها كم عدد المرات. نمبر 4 بقول لي they always are good at math classes، طبعا حبايبي قلنا ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال، لكن verb to be هو اللي يجي الاول، فلازم اقول they are always، تاني they are always good at math classes. تعال نشوف حبايبي نمبر 4 بيقول لي علا tired after work، طبعا حبايبي قلنا ظرف التكرار بيجي بعد verb to be مش قبله، فاذا هقول is never tired after work. نمبر 2 بيقول his favorite subject is science، يعني مادته المفضله هي العلوم، so he gets high marks، اكيد على طول بيجيب درجات عاليه طالما هي الماده المفضله، فاكيد هقول always. نمبر 3 بيقول لي the students are late they wake up very early، بيقول لي هم بيصحوا مبكرا، يبقى اذا هم عمرهم ما بيتاخروا، فاكيد هجيب verb to be قبل ظرف التكرار، يبقى اقول are never late، are never late. نمبر 4 بيقول لي they on their balcony on hot nights، طبعا حبايبي قلنا ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، طب sit usually هتقول لي غلط طبعا، طب sit never غلط، sit sometimes غلط، هقول often sit، ظرف التكرار وبعدين الفعل. نمبر 5 بيقول لي how often your sister go to the club، طبعا how often هيجي وراها do او does، طب your sister هتقول لي مفردة مستر، فبالتالي هقول does، يبقى how often does your sister go to the club. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الباراجراف بتاعي اللي هو بيتكلم عن الديلي روتين، يعني روتيني اليوم، يعني العادة اليومية اللي انا بعملها. طبعا انا هبدأ الباراجراف بتاعي واقول I have a daily routine، يعني انا عندي روتين يومي، تاني I have a daily routine، وبعدين هبدأ حبايبي I get up وأقول الساعة كام، يبقى I get up at 7 o'clock، يعني أنا بصحى الساعة 7، طبعا هقول أنا باخد دش بعد ما أصحى، يبقى أقول I have a shower، يعني أنا باخد حمام أو دش after، بعد I get up يعني بعد ما بصحى، بعد كده هقول I go to school يعني أنا بروح المدرسة at 8 يعني الساعة 8، طبعا هقول بقى برجع الساعة كام، فهقول I return home from school at 2 يعني برجع الساعة 2، هقول طبعا إن أنا بلعب ألعاب فيديو في المساء، يبقى هقول I play video games in
the evening يعني أنا بلعب ألعاب فيديو في المساء. I go to bed at 11 يعني أنا بروح أنام الساعة 11. طبعا هنا ممكن أزود حاجات كتير حبايبي، ولكن أهم حاجة لازم أخلي بالي من شكل الباراجراف بتاعي. أسيب الاندنت في بداية كل جملة ببدأ بحرف كابيتال، في نهاية كل جملة بحط فول ستوب وأبدأ بكابيتال لتر تاني. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الدرس الثالث في الحلقة اللي جاية. Goodbye. السلام عليكم.